بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا شباب هنكمل بقى بقيه الادويه اللي بتشتغل على البروتين سينثيسيس. اتفقنا ان هم اربع عائلات كبار، خدنا منهم الفيديو اللي فات، اتكلمنا على الامينو جلايكوزايدز. النهارده ان شاء الله هنتكلم على العيله الثانيه المهمه جدا اللي اسمها عيله الماكرو لايتس. واحنا ماشيين كده عايزك تاخد بالك من الفرق اللي هنقوله او الفروقات اللي ما بينها وما بين العيله اللي فاتت اللي هي عيله الامينو جلايكوزايدز. طيب الاول عيله الماكرولايتس نتعرف عليهم بس الاول كده، وبعدين نشوف كميتهم ونشوف الايه بقيه الحاجات اللي احنا العناوين اللي احنا متعودين نمشي عليها. الماكرولايتس البروتوتايب الاريثروميسين، ده اول واحد اكتشف، وطبعا هو جاي من بكتيريا، والبكتيريا برضو في الاخر اسمها مايسز، فيبقى عشان كده تسمى اريثروميسين. وانا قلت لك المره اللي فاتت انك هتسمع مايسين دي كتير، فما يعني ما تتلخبطش. اريثروميسين ده البروتوتايب، وبعدين لما اكتشفوه طلع فيه عيوب، فطلع بقى حاجات سيمي سينثيتك منه زي الكلاريثروميسين، الازيثروميسين، روكزيثروميسين. الاربعه دول هم الاربعه المشهورين جدا في الماكرولايتس، يعني معظم الكتب هتلاقيها كاتبه الاربعه دول. هل في غيرهم؟ اه في غيرهم، بس هم دول المهمين وهم دول اللي موجودين في معظم المصادر. ولو انت بتسالني مين اهم واحد فيهم، هيبقى الازيثروميسين ده، لان معظم الاسئله بتبقى هي جايه في الازيثروميسين ده لانه اهم واحد فيهم. هم على اي حال الاربعه اريثروميسين، كلاريثروميسين، ازيثروميسين، روكزيثروميسين، الاربعه مش صعبين قوي انك تحفظهم يعني. ده من حيث افراد العائله. طيب ناخد فكره كده عن الكيمستري عشان نشوف اذا كانت هتفيدنا ولا لا في فهم بقيه العناوين. بص كده معايا على الشكل ده او الرسم ده، ادي قدام حضرتك دلوقتي الاربعه اللي هم الماكرولايتس المشهورين. اريثروميسين البروتوتايب فوق على الشمال، وبعدين كلاريثروميسين، ازيثروميسين، روكزيثروميسين. هتلاحظ في الاستراكشر كلهم مشتركين. بص كده على الاريثروميسين مثلا، هتلاقي راسم لك انا الرنج الكبيره اللي انت شايفها اللي هي مكونه من 16 ممبر او 16 ضلع. دي الرنج دي اسمها ماكرولاكتون رنج، ومن هنا جه التسميه اللي هي ماكرولايتس عشان الرنج الكبيره اللي هي الماكرولاكتون رنج دي. شابك فيها اتنين جزء من الشوجرز، كويس؟ طيب انا كاتب لك برده تحت كل واحد اللي هو الموليكولار ويت. ليه؟ لان انا لفت نظرك في الفيديو بتاع الفانكومايسين واحنا بنشرح الفانكومايسين، يومها قلت لك انه الايديال دراج عشان تو بي ابزوربت اورالي ويمتص كويس كومبليت 100% الموليكولار ويت ما يجيبش يزيد عن 500. كل ما يزيد عن 500 يبقى امتصاصه قليل شويه ومش هيعدي بلاد برين بارير بسهوله. فشوف مثلا اريثروميسين، لان الماكرولاكتون رينج اللي انت شايفها دي كبيره جدا، فالموليكولار ويت بتاعه مثلا 734، طبعا تخطى 500 اهو. الكلاريثروميسين اتقل شويه 748، ازيثرو 785، روكزيثرو اتقل منهم دخل في ال 800 بقى. يبقى اذا احنا طبعا انا بلفت نظرك برده وبطمنك ان مستحيل حد يسالك في اللي انا بقوله ده. احنا يا شباب كناس بتوع طب يعني او خريجين طب مش ما بنبقاش شطار قوي في الكيمياء وبنسالش فيها الا فيما يخصنا بس. فهو ما حدش هيقول لك ارسم لي الاستراكشر ابدا، استحاله. انما انا جايبهولك علشان نمره واحد اقول لك التسميه جت منين. جت من انه الماكرولاكتون رينج اللي انت شايفها دي. اتنين، الفت نظرك لان الموليكولار ويت تخطى 500، يبقى طبيعي هيبقى الابزوربشن بتاعهم قليل ومش هيعدوا بلاد برين بارير بسهوله. ده كل اللي انا طالبه منك في ايه، في هذا الشكل. نرجع بقى وخلصنا الكيمستري، نرجع ونشوف الفارماكوكاينتكس ونشوف الملاحظات اللي تهمنا في الكاينتكس. يا شباب انا النهارده عندي الاربع عناوين تقريبا، كل عنوان فيهم فيه ملاحظه اكلينيكيه تاخد بالك منها. يعني لما نيجي للابزوربشن والديستريبيوشن، ادي الاربع عناوين اهم، والميتابوليزم والاكسكريشن، نقول كده في كل واحده ملاحظه مهمه. اولا في الابزوربشن اتفقت معاك ان الابزوربشن بتاعهم بما ان الموليكولار ويت تخطى 500 يبقى الاورال ابزوربشن بتاعهم بور يعني قليل. هو هيمتص اورال مفيش مشكله، لكن الامتصاص بتاعهم قليل شويه، مش كومبليت، مش 100%. ده مش بس كده، ده الفود كمان، يعني لو انت بلعت القرص بعد ما تتغدى مباشره، الفود كمان بيقلل الابزوربشن، فهو من الاصل الابزوربشن فيه مشكله والفود كمان يقلله.
فلما طلعوا الاريثرومايسين في بدايه الخمسينات كان بينصحوا الناس يقول لك ايه، ابلع القرص على معده فاضيه. ليه يا سيدي؟ قال لك لان عشان الابزوربشن، علشان الفود بيقل. اما بلعوا القرص على معده فاضيه عمل لهم سيفير جاستريك اريتيشن وجاستريك ابسيت، فبداوا يقولوا طيب ما احنا كده وقعنا في مشكله، طب ما احنا كده عايزين نعمل بقى حاجات سيمي سينثيتك. هو ده السبب اللي خلاهم يعملوا حاجات سيمي سينثيتك بحيث ان يقدروا ياخدوها مع الفود، لان عيله الماكرولايدز يا شباب كلها بتعمل اريتيشن للاستومك، ما ينفعش تبلعها على معده فاضيه، لازم على الاقل العين ياكل حاجه بسيطه، ان شاء الله لقمه عيش صغيره، انما مش على معده فاضيه. فكان في الاصل الاريثرومايسين لما يتبلع حتى مع حاجه بسيطه كده لا ما كانش كان الابزوربشن بقى فيه مشكله. انما الحاجات الجديده الكلاريثرو والازيثرو والروكزيثرو، الحاجات اللي هي السيمي سينثيتك دي، الابزوربشن بتاعها افضل كتير من الاريثرومايسين ايفن لو مع فود. كويس، يبقى كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الجزئيه بتاعه الابزوربشن دي والفود. نيجي بقى للديستريبيوشن، ونقف هنا عند اكتر من نقطه الحقيقه في الديستريبيوشن. اول حاجه البلاد برين بارير، هل انت متوقع ان هيعدوا بلاد برين بارير؟ الاجابه لا، مش هيعدوا بلاد برين بارير بسهوله، هيعدوا بس بكميات قليله جدا. زي ما قلنا، ما هو نفس القانون يا شباب، القانون اللي بيسري على الابزوربشن غالبا بيسري على موضوع البلاد برين بارير، فهم هيعدوا بلاد برين بارير بس بكميات قليله جدا، يعني كميات لا تتخطى ال 5%، فانت مش هتعرف تعالج بيهم ابدا عيان عنده سي ان اس انفكشن، واحد عنده مننجايتس ولا انفكشن في البرين، ما تعرفش تديله ابدا العيله بتاعه الماكولا، ما تعديش الا اذا كنت ناوي بقى تديها بارنترال وانترافيكال، ده قصه ثانيه، انما اورال مش هيعدي. فيما يخص الايه بقى، البلاسينتا، هل هيعدوا بلاسينتا؟ يعني هم دلوقتي ما عدوش بلاد برين بارير بكفاءه. هل هيعدوا بلاسينتا؟ الاجابه ان هم بيعدوا البلاسينتا كتير، لكن لحسن الحظ they are not تيراتوجينيك، وده مهم وبيجي في اسئله كتير. لو ست بريجننت ومحتاجه انتي بايوتيك من عيله الماكرولايتس، زي ما هنشوف دلوقتي ان في انفكشنز ما بتتعالجش الا سبيسيفيكالي بالعيله بتاعه الماكرولايتس دي، لو الست البريجننت دي احتاجت ماكرولايتس ما تخافش، ما فيش مشكله، بس انصحك تدي اما اريثرومايسين او ازيثرومايسين، هما الاثنين دول اللي بيتاخدوا في البريجننسي، ودول اللي اتعمل عليهم دراسات كافيه وثبت ان هما ما بيعملوش مشاكل. انما الاثنين الباقيين كلاريثرومايسين روكزيثرومايسين، الاثنين دول هما في الانيمال ستادز ما عملوش مشاكل في البريجننسي، ما عملوش تيراتوجينيك افكتس، ما اثروش على الجنين، ده في الايه في اكسبيرمنتال. انما ما عندناش سفيشنت هيومن ستادز تخليني احلف اقول لك ان هما امنين جدا، لا ما عندناش الحكايه دي. فاذا خليك دايما في الاثنين اللي هما اللي اتعمل عليهم تجارب، الاريثرومايسين والازيثرومايسين. ودايما احنا بنحب ندي الازيثرومايسين ده لان هو الافكت بتاعه اقوى كتير من الاريثرومايسين. يبقى ده ما يخص البلاسينتا. طيب فيما اللي هو البلاسينتا الترانسفير، واقصد التراتوجينيسيتي يعني اللي هي الضرر على الجنين. فيما يخص بقى البودي فلويدز، البودي فلويدز يعني هل انا دلوقتي بعد ما شفنا الموليكولار ويت اللي هو 700 ده 730 ولا 50، هل هم هيقدروا يوصلوا للانسجه بكفاءه؟ يعني هيروحوا مثلا للبودي فلويدز كلها وينتشروا بكفاءه تخليني اقدر اعالج بيهم انفكشن في اماكن مختلفه من الجسم؟ الاجابه يس، فعلا بيوصلوا بجود كونسنتريشن لموست تيشو فلويدز. يعني مثلا من اكتر الحاجات اللي بتغلس معانا في العلاج موضوع البروستات، الناس اللي عندهم كرونيك بروستاتايتس او انفكشن في البروستات، الدواء عشان يوصل بروستات يعني حاجه صعبه جدا انه يوصل لها. الماكروليدز بتوصل بسفيشنت كونسنتريشن لايه؟ للموست بودي فلويدز انكلودنج ذا بروستات، تروح للبروستات كويس قوي، بتروح لللنج، بتروح الليفر، بتنتشر في الجسم. هي بس كانت مشكلتها مع البلاد برين بارير، المشكله الاساسيه كانت هنا. طيب فوجئنا بقى كمان نمره 4، النقطه الرابعه، بحاجه ممتازه وتميز هذه العيله، يعني حاجه مميزه جدا لعيله الماكرولايتس. ايه هي؟ ان الدواء بيتركز كتير جدا جوه النيوتروفيلز، النيوتروفيلز اللي هي او الماكروفيج كمان، يعني الماكروفيجز والبوليمورف نيوكلير ليكوسايت اللي هي جزء من خلايا المناعه. الادويه دي لعيله الماكروليدز بيحصل لها سيلكتيف كونسنتريشن او سيلكتيف ديستريبيوشن جوه الادويه، جوه الخلايا دي. ده معناه ايه؟ معناه انها تبقى زي طلقه الرصاص، لان ما هو اما يكون عندي انفكشن بيكون دايما في الانفكشن دي انفلاماتوري سيلز جايه زي الجيش كده، بيحصل حاجه اسمها ريكروتمنت، يعني ايه؟ تجييش لايه؟ لخلايا المناعه لمكان الانفكشن.
يبقى الدواء كان بيروح لمكان الانفكشن لانه بيروح للبودي فلويدز، وكمان يضاف الى كده كون الدواء بيتركز كتير جدا جوه النيوتروفيلز، والنيوتروفيلز دي هتشيل الدواء زي التاكسي كده وتروح بيه لمكان الانفكشن. دي ميزه خطيره جدا. الميزه الثانيه كمان ان هذه الادويه يبقى لها لونج هاف لايف، او عايز تكون اكثر دقه هي لها لونج بايولوجيكال هاف لايف، لان كلمه بايولوجيكال دي تفرق. يعني ايه لونج بايولوجيكال هاف لايف؟ يعني الدواء ممكن بعد ما تديه ما تلاقيهوش كتير في السيركيوليشن، ما تلاقيهوش كتير في البلازما، يعني تبلع القرص مثلا وبعد فتره تيجي تشوف بلازما كونسنتريشن مش هتلاقيه كتير. ليه؟ لانه راح تركز معظمه جوه النيوتروفيلز، والنيوتروفيل شالته وراحت بيه للاماكن اللي فيها انفكشن. اذا هو ايوه مش موجود كتير في السيركيوليشن في البلازما، عمر النصف او الهاف لايف بتاعه قصير في ايه؟ في البلازما، انما البيولوجيكال هاف لايف بتاعته طويله جدا. ولذلك الادويه دي غالبيتها يا شباب بتتاخد قرص مره واحده في اليوم، يعني قرص مره واحده يوميا. تكتب كده للعيان قرص يوميا ايه هو سنجل دوز. يبقى احنا اتكلمنا في الديستريبيوشن، اكلمتك على اربع نقط ممكن اي ممتحن يصطادك في اي نقطه فيهم. بيعدوا بلاد برين بارير الاجابه بيعدوا، ولكن بفيري سمول كونسنتريشن انكابابل اوف تريتنج اني سي ان اس انفكشن. اثنين، هيعدوا بلاسنتا؟ يس يعدوا بلاسنتا، بات فورشنتلي ذي ار نوت تيراتوجينيك. هيروحوا للبودي فلويدز؟ ايوه هيروحوا لكل البودي فلويدز انكلودنج ذا بروستات واللنج والليفر بجود كونسنتريشن، ويضاف الى ذلك كونهم بيتركزوا في النيوتروفيلز بجود كونسنت او بهاي كونسنتريشن، وده بيدي لهم ميزه كلمه انها لها لونج بيولوجيكال هاف لايف، يعني الدواء بيفضل فتره طويله في مكان الانفكشن او مكان الانفلاميشن. كده خلصنا الديستريبيوشن. نيجي على الميتابوليزم، ما عندناش فيه ملاحظات كتير. هو الميتابوليزم بتاعهم في الليفر كويس، ما عندناش ملاحظه في موضوع الميتابوليزم ده. جايز الملاحظه بعد كده هتبقى في الادفيرس افكت فيما يخص الليفر، لان لهم قصه مع الليفر. انما دلوقتي انا بتكلم عن الميتابوليزم وما عنديش ملاحظه في الميتابوليزم. انما الملاحظات الكتير بقى في موضوع الاكسكريشن. اما اجي بقى للاكسكريشن بتاع الادويه دي، عيله الماكرولايدز يا شباب ما بتخرجش عن طريق ايه؟ الكدني، مش زي الامينوجلايكوزايد. افتكر بقى ان العيله اللي فاتت الامينوجلايكوزايد كانوا بينزلوا مينلي عن طريق الكدني، مش بس كده، ويومها قلت لك بينزلوا انتشينجد، يعني الدواء زي ما هو بينزل كده ما هوش ميتابولايت. هنا بقى الماكرولايدز ما لهاش الرينال اكسكريشن بتاعها فيري سمول، يعني لا يتخطى مثلا الاريثروميسين ده اما بينزل عن الشويه اللي بينزلوا عن طريق اليورين لا يتخطوا 5% من الدوز اللي انت بتديها. على افضل الفروض يا اخي الحاجات الثانيه دي لا تتخطى مثلا 28% اللي هي الرينال اكسكريشن بتاعها. اذا ده بقى يعني بيشاور لنا على ان انا مش هقدر اعالج بيها يورينري تراكت انفكشن، لان الكميه اللي بتنزل في اليورين كميه انسفيشنت انها تعالج. الحاجة التانية برضو اللي هلفت نظرك إليها بالمناسبة طالما احنا في المنطقة دي، يعني ان انا بعد شوية هقول لك ان الماكرولايدز متخصصة على الجرام بوزيتيف، وانا في الفيديو اللي فات قلت لك لفت نظرك لان معظم البكتيريا اللي بتعمل يورينري تراكت انفكشن بتبقى جرام نيجاتيف، اللي هي زي الايكولاي والبروتياس والكليبسييلا والسودوموناس، كل ده جرام نيجاتيف. انما العيلة دي هتشتغل اكتر على الجرام بوزيتيف. يبقى كان في سببين دلوقتي يخلي الممتحن يسالك يقول لك ليه ما اقدرش استخدم هذه العيله في علاج يورينري تراكت انفكشن على عكس الامينوجلايكوزايد اللي فاتت؟ قول له عشان سببين. السبب الاولاني ان الفراكشن التو بي اكس اللي هي اكسكريتد في اليورين الفراكشن قليله جدا، 5% 10% ما بتزيدش عن كده. السبب الثاني المهم ان العيله دي متخصصه اكتر على الجرام بوزيتيف، في حين ان معظم البكتيريا اللي بتعمل انفكشن في اليورينري تراكت ذي ار موستلي جرام نيجاتيف بكتيريا. امال هم بيخرجوا بقى عن طريق ايه؟ اذا كانوا بيخرجوا عن طريق الايه؟ اليورين. بيخرجوا عن طريق الليفر يا شباب. ادي الليفر اهو، لو رسمنا الليفر كده، وادي الجول بلادر. الادويه دي بتروح تتركز بهاي كونسنتريشن في الليفر، يعني من ضمن التيشوز اللي بتاخد نصيب وافر من الادويه وبتتخزن فيها الليفر. كويس، الليفر لما الدواء بيتخزن فيه بكميات كبيره بيخرجوا عن طريق البايل، فيبقى كانه معظم الاكسكريشن 90% اوف ذا دراج از اكسكريتد مينلي ثرو ذا بايل. كويس، البايل هترمي الدواء على الانتستين. بص بقى اللي بيحصل،
الكلام ده احنا شرحناه زمان في الفيديوهات بتاعت الجنرال فارماكولوجي، لما قلت لك ان بعض الادويه اما بتبقى بيليري اكسكريتد ممكن تاني يحصل لها ابزوربشن من الانتستين وتدخل على البورتال فين وتروح للليفر تاني، يبقى الليفر لسه رامي الدواء وبعد شويه يلاقيه برضه راجع له. ده اسمه ايه يا شباب لو انت فاكر بقى، لو انت مذاكر الحركه دي، لما تلاقيها في دواء انه بيخرج عن طريق البايل وبعدين يرجع تاني من الانتستين يروح للليفر تاني وبعدين يرجع وهكذا يفضل يلف كده، اللفه دي كنا بنسميها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. يبقى تاني عيله الماكرولايتس الاكسكريشن بتاعها مينلي هيباتيك مينلي بيليري عن طريق البايل، وفي جزء من الدواء بيرجع تاني للليفر عن طريق ايه او ما يطلق عليه انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. هل الكلام اللي احنا بنقوله ده له اهميه؟ الاجابه له اهميه، له اهميتين الحقيقه. الاهميه الاولى ان اي دواء بيحصل له الحكايه دي الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن دي، ده معناه انه بيفضل في الجسم فتره اطول، وده كمان سبب وجيه لان اقول لك ان الادويه دي لها لونج هاف لايف، بتفضل في الجسم فتره طويله، عشان كده بديها سنجل دوز بير داي. الاهميه الثانيه للقصه دي انه الادويه بما انه كل شويه تنزل في الانتستين وترجع للليفر تاني، يبقى كده الليفر كانه مش قادر يتخلص منها بسهوله. ده معناه ايه؟ معناه ان الادويه دي غالبا هتبقى حمل تقيل على الليفر، حمل تقيل. يعني العيان اللي عنده مشكله في الليفر بلاش تديله الادويه دي، لان الليفر شايل الليله كلها، كل زي ما انت شايف كده الدواء متركز فيه، وكل ما الليفر بيحاول يخرجه جزء بيرجع له تاني. فيبقى مع الوقت ممكن ما تستغربش بقى لو قلنا لك بعد شويه في الادفيرس افكت، افتكر بقى المعلومه دي حطها في جيبك كده للاخر، لما اوصل للادفيرس افكت هقول لك ان عيله الماكرولايدز هيباتو توكسيك، وممكن يعملوا حاجه اسمها كوليستاتيك جوندس في الليفر ويؤذوا لنا الليفر لو اتاخدوا لفتره طويله، لان الليفر زي ما انت شايف مش قادر يتخلص منهم بسهوله. كده احنا اتكلمنا على معظم الحاجات الكاينيتكس، النقط اللي تهمني واللي اي ممتحن ممكن يسالك فيها، سواء اورال يناقشك فيها او يجيبها لك في صوره سؤال ام سي كيو وايه ويختبر، او يقول لك مثلا قول لي الفروقات الجوهريه فيما يخص الكاينيتكس ما بين عيله الماكرولايدز وعيله ايه العيله اللي فاتت اللي اسمها الامينوجلايكوزايدز. نوصل للميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم بتاع الادويه دي العيله بتاعه الماكرولايدز، المره اللي فاتت الفيديو اللي فات قلت لك انه عيله الامينوجلايكوزايد ادي الريبوزوم، الريبوزوم في البكتيريا بيبقى قطعتين، قطعه بنسميها 30 اس وقطعه بنسميها 50 اس. انما الريبوزوم اللي في الهيومن ده قصه ثانيه، مختلف تركيبه مختلف وقصه ثانيه خالص، لكن البكتيريا بيبقى 2 سب يونت 30 و50. المره اللي فاتت الفيديو اللي فات قلت لك ان الامينوجلايكوزايد كانت بتيجي تربط في ال 30 اس بايرريفرسبل بوند لو انت فاكر، وكونها الريفرسبل بيخليها سترونج وبيخليها بكتيري سايدل، الكلام ده قلناه في الايه في الفيديو اللي فات. انما النهارده بقى هقول لك لا، ده عيله الماكرولايدز ما بتمسكش في ال 30 اس، ده بتمسك المره دي بقى في ال 50 اس ريبوزومال سب يونت. طيب هل لما بتمسك في ال 50 اس البايندنج دي او البوند اللي بتعملها فيري سترونج؟ الاجابه لا، ده البوند اللي بتعملها ويك وريفرسبل. طيب يبقى كده بقى انت تقدر تجاوبني لو انا سالتك هل الماكرولايدز يعتبر بقى بكتيريوسايدل ولا بكتيريوستاتيك؟ الاجابه هتبقى بكتيريوستاتيك، ها؟ لانها ماسكه في ال 50 اس بريفرسبل او بويك بوند. انما ممكن تبقى بكتيريوسايدل، ونمشي مع القاعده اللي بتقول ان غالبا الادويه اللي بتشتغل على بروتين سنس اذا الكونسنتريشن بتاعها او الدوز بتاعها زادت قوي ممكن تتحول لبكتيريوسايدل. يبقى الماكرولايدز هي في الاصل بكتيريوستاتيك، انما لو انت زودت الكونسنتريشن قوي ممكن تتحول لبكتيريا سايدل، يبقى ايه ديبند على الكونسنتريشن. مش بس كده، وممكن تبقى بكتيريا سايدل او ستاتيك ديبندنج على الاورجانيزم نفسه. يعني هي ما تقدرش انت دلوقتي تجاوبني اجابه قاطعه لو انا سالتك قلت لك الماكرولايدز از ات ستاتيك ولا سايدل. لو انت عايز تبقى علمي قوي في الاجابه هتقول لي والله القاعده بتقول ان الماكرولايدز هتبقى بكتيريوستاتيك لانها شغاله على ال 50 اس وبتعمل ويك بوند مع ال 50 اس، كويس؟ هتقول لي بقى انما يا دكتور لو الكونسنتريشن بتاعها زاد هتتحول لبكتيريا سايدل. هقول لك على الاطلاق، هتقول لي لا برضه ده يعتمد على نوع الاورجانيزم.
في اورجانيزم مهما هتدي كونسنتريشن هو هي الادويه مش بكتيري سايدل معاه، مش هتنفع تبقى بكتيري سايدل، هي هتفضل استاتيك برضو ايفن في الهاي دوز. وفي اورجانيزم تاني ممكن ايه يموت بسرعه من الهاي دوز دي. فالحكايه ديبند على الكونسنتريشن اوف ذا دراج وديبند على نوع ايه نوع الاورجانيزم. يبقى ده بالمقارنه بالامينوجلايكوزايد. افتكر كده ان الامينوجلايكوزايد كانت بكتيري سايدل على طول الخط في كل الكونسنتريشنز، مش كده؟ لانها بتعمل ايرفرسبل بوند مع ال 30 اس ريبوزومال سابيونت. بص بقى، هلفت نظرك لحاجه هي مش مهمه قوي لكن عشان وانت بتذاكر لو خطرت في بالك ما تحترش كتير. انت تحس ان انا النهارده ما فصلتش، يعني اما جيت في الامينوجلايكوزايد كنت بفصل وقلت لك ازاي الادويه ايه ازاي اخترقت مش عارف ايه الاوتر ممبرين والحكايه دي. انما هنا احنا ما بنجيبش سيره الايه الماكرولايد دخلت ازاي من السيل ممبرين او من السيل وول بتاع البكتيريا، ما بنجيبش السيره دي خالص ولا بنتكلم عنها. ليه؟ لان كتير قوي من الابحاث ما اهتمتش بحكايه ان الامايد ازاي الماكرولايدز بتدخل او بتخترق ايه حكايه السيل وول وبتوصل. كل الكتب بتبتدي من النقطه دي. امسك كده اي كتاب في الدنيا هتلاقي يقول لك ماكرولايدز بتشتغل على 50 اس. طب يا سيدي هي وصلت ازاي لل 50 اس؟ ما يتكلمش، ما يقولكش، مش مهمه بالنسبه لك. انما على اي حال هي بتدخل من سيرتن بورز في السيل وول. هقول لك بعد شويه انها مالهاش علاقه، ما بتجيبش قوي الايه الجرام نيجاتيف، هي موستلي على الجرام بوزيتيف اللي هي فيها سيل وول. فهي بتعدي من سيرتن بورز كده في السيل وول، سيرتن تشانلز مش عايز اشغلك بيها، بتعدي ببساطه شديده جدا بدون اي من غير مشاكل ومن غير ما يكون في اكتف ترانسبورت ولا حاجه، بتعدي ببساطه شديده خالص من البورز دي. المهم انها هتوصل في الاخر لل 50 اس وتربط فيه، وهو مربط الفرس هنا هو اللعبه كلها. طبعا السؤال ده غالبا بيجي لك ام اس كيو يقول لك ايه which of the following best describes the mechanism of action of macrolides، وتبقى الاجابه ان ايه they bind to 50 اس ريبوزومال سب يونت وانهبت بكتيريا البروتين سينسز. انها مش هيكلمك في ايه في الخطوات اللي قبل كده. ده فيما يخص الميكانيزم اوف اكشن. لما تيجي تتكلم على الميكانيزم يا شباب، لو اي دكتور سالك في الميكانيزم اوف اكشن سواء سؤال ريتن او في بيناقشك كده اورال اكزام، تقول له الميكانيزم اوف اكشن اللي انا قلته ده اللي هو حكايه الايه اللي هو الموليكولار ميكانيزم بتشتغل ازاي. اتنين، ما تنساش ابدا مع الميكانيزم تقول لي السبيكترم، يعني هي لما تربط في ال 50 اس بتربط في ال 50 اس بتاع الجرام نيجاتيف اكتر ولا الجرام بوزيتيف. فما تنساش حكايه السبيكترم دي تقولها دايما مع الميكانيزم لو انت بتجاوب سؤال ريتن، ما تنساهاش. نمره ثلاثه كمان، ما تنساليش الريزيستنس، يعني لما يحصل البكتيريا تاخد مقاومه من الادويه، المقاومه هتبقى اللي حصلت ازاي وليه. الثلاثه ايتمز دول اللي هو الموليكولار ميكانيزم هي عملت ايه بالظبط، والسبيكترم والريزيستنس على بعض كده بيمثلوا الميكانيزم اوف اكشن، فلازم تربطهم دايما ببعض وتقولهم مع بعض. انا قلت لك دلوقتي خلصنا الموليكولار ميكانيزم انها بتمسك في ال 50 اس. طب السبيكترم، عيله الماكرولايدز شغاله يا شباب اكتر على الجرام بوزيتيف. يعني لو انت بتعمل لو بتدي لها سكور فقول مثلا انها شغاله بنسبه 85%، انا بقول رقم تقريبي مش رقم علمي، يعني تقريبا بنسبه 85% على الجرام بوزيتيف بكتيريا، وبنسبه 15 ولا 10% بس على الجرام نيجاتيف. فانت هتعتبر عيله الماكرولايدز اصلا او يعني مينلي شغاله على الجرام بوزيتيف بكتيريا، مش شغاله على ايه على الجرام نيجاتيف. احد الاسباب انها مثلا ما هياش شايله شحنه. الامينوجلايكوزايد بتاعه الفيديو اللي فات قلت لك انها بولي كاتايونيك، كانت شايله شحنه موجب اللي هي البوزيتيف دي، وده اللي بيخليها تنجذب الى الجرام نيجاتيف بكتيريا على اعتبار ان الجرام نيجاتيف كانت شايله نيجاتيف تشارج. انما هنا الادويه دي ما هياش بولر، ما هياش شايله شحنه، فعمر مش هتروح قوي للجرام نيجاتيف، انما هي بتروح للجرام ايه بوزيتيف اكتر، ويبقى الايفكت على الجرام بوزيتيف كويس. هتجيب شويه من الجرام نيجاتيف، يعني هي مش اكسكلوسيف على الجرام بوزيتيف، هتجيب شويه بس شويه دول قليلين، فاحنا غالبا بنعتبرها جرام بوزيتيف. طيب الاهم من ده ومن ده بقى ان عيله الماكرولايدز مميزه جدا بانها بتجيب حاجه اسمها بقى اللي يعني بالاحمر اهو، بتجيب الانترا سيلولار اتيبيكال. اذا كنت سمعت الكلمه دي في المايك، اتيبيكال يعني غير تقليدي، انترا سيلولار اتيبيكال اورجانيزم. بصوا يا شباب، عندنا بعض البكتيريا او الكائنات العجيبه
اللي حياتها بتبقى غالبا جوه خلايا جسمنا، هي ما بتعرفش تعيش الا جوه الخلايا. يعني اده سيل بتاعت، يعني اده خليه من خلايا جسمك، تلاقي البكتيريا عايشه جوه الخلايا انترا سيلولر كده، تلاقي حاجه سمول كده تشوفها كده عايشه جوه الخلايا. ليه؟ لانها اوبليجاتوري، ما تعرفش تعيش بره الخلايا، هي لازم يعني هي بتستعمل السيل اورجانيلز بتاعتك عشان الريبرودكشن بتاعها، فما تعرفش تعيش لوحدها كده بره، هي مكتوب عليها تعيش جوه خلايا جسمك. زي مين؟ هدي لك امثله مثلا، زي حاجه اسمها الكلاميديا. الكلاميديا من امثله الحاجات اللي هي شغاله، اللي عايشه انتراسيلر. المايكوبلازما نوع تاني من البكتيريا اللي بتعيش انتراسيلر. نوع تاني تالت من البكتيريا اسمه ليجيونيلا، ليجيونيلا نيوموفيليا مثلا. ده دول ثلاث حاجات انتراسيلر. ولو عايز حاجه تانية بس ما هياش بكتيريا، التوكسوبلازما. التوكسوبلازما بس دي مش بكتيريا بقى، ده المفروض ده بروتوزوا، ده حاجه زي الاميبا كده، يعني لا تنتمي للبكتيريا بس مشتركه معاهم في كونها برضو انتراسيلولر. فالاربع اورجانيزمات اللي قدامك دول عايشين، ما بيعيشوش غير جوه خلايا جسمنا. علشان كده لما يبقى واحد عنده انفكشن باحد هذه الاورجانيزمات، سواء كلاميديا او مايكوبلازما او ليجيونيلا او توكسوبلازما، هي مستخبيه جوه خلايا جسمك، هتجيبها ازاي؟ ما تقوليش والله امينوجلايكوزايد، مستحيل، لان الامينوجلايكوزايد كانت شايله شحنه واختراقها للممبرينز كان قليل جدا. انما بقى النهارده العيله الماكرولايدز دي مميزه جدا، يعني دي ميزه خطيره جدا فيها، انها بتدخل جوه خلايا جسمك وبتجيب الاورجانيزم اللي مستخبي انتراسيلر زي الكلاميديا والمايكوبلازما. افتكر الثلاثه دول بالمناسبه، كلاميديا مايكوبلازما والليجيونيلا، افتكرهم على بعض كده بكلمه كالم، جمله اسمها كالم ماي ليج. كالم ماي ليج، كلاميديا، مايكوبلازما، ليجيونيلا، الثلاثه دول انتراسيلر اورجانيزم. وهنقول بعد شويه الامراض اللي بيعملوهم وايه، يعني عشان في الثيرابيوتيك افكت او الثيرابيوتيك يوز بتاعت الماكروليتس، هنشوف بيعالجوا الامراض اللي بتعملها الثلاث حاجات دول. يبقى يا شباب السبيكترم بتاعت الماكرولايتس، السبيكترم بتاعها مينلي على الجرام بوزيتيف وشويه جرام نيجاتيف صغيرين، انما هي مميزه جدا على الانتراسيلولر اتيبيكال، يعني غير تقليدي اورجانيزم. زي مين؟ زي ثلاثه هم بكتيريا وواحده ما هياش بكتيريا اللي هي التوكسوبلازما، برضو انتراسيلولر. كويس، نيجي بقى كده السبيكترم، فاضل لنا كلمه ريزيستنس. ريزيستنس اللي هي المقاومه بقى، مقاومه المايكرو اورجانيزم للماكرولايدز. هل الاورجانيزم هيقدر يقاومها؟ الاجابه اه، هيقدر يقاومها بسهوله جدا. لو ده الريبوزوم تاني هرسمه لك اهو، واده 30 اس واده 50 اس. انا قلت لك ان الماكرولايدز بتمسك هنا مش كده، وبتمسك بايه؟ ها افتكر، ريفرسبل بوند، يعني رابطه ضعيفه جدا. فالبكتيريا مع الوقت بتعمل تحور بسيط، شويه موديفيكيشن بسيط للسايت اوف نو بايندنج سايت ده، وبالتالي الماكروليتس ما بتعرفش تربط بعد كده. طب هل الريزيستنس دي بتحصل بسرعه ولا ببطء؟ ما هو احيانا البكتيريا تاخد ريزيستنس بس بعد سنين، انما هنا في حاله الماكرولايتس ممكن بعد 10 ايام فقط، 10 ايام فقط تاخد البكتيريا ريزيستنس من الماكرولايتس. ولذلك دايما ننصح يا اخواننا ما تدوش ماكرولايتس اكتر من المده دي 10 ايام، لسببين. ادي سبب دلوقتي قلته لك دلوقتي، ان هو البكتيريا غالبا بعد 10 ايام هتاخد ريزيستنس. السبب الثاني انه الادويه دي زي ما قلت لك انها ممكن تاذي الليفر، ممكن تعمل مشكله عشان الموضوع الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فمش مفضل انك تكتبها اكتر من 10 ايام. اللي عايز بس الفت نظرك اليه الى ان الريزيستنس اوف بكتيريا تو ماكرولايدز رابد وسهله جدا، عشان كده ما ايه يعني بنحاول ان احنا نوفرها اكتر للمريض اللي محتاجها قوي، لان احنا لو استخدمناها عمال على بطال هتفقد فعاليتها. ويكفينا اقول لك حاجه بسيطه جدا، طالما رجلي جت هنا، الاريثروميسين ده يا شباب اكتشف في الخمسينات، اهو النهارده ما عادش بيجيب نتيجه خالص تقريبا مع اي مرض، ما عادوش بنستخدمه تقريبا، يعني على الورق بيكتبوه، يعني موجود في الكتب يقول لك اريثروميسين، انما براكتيكالي ما عدناش بنكتبه خالص، لان ما عادش بيجيب نتيجه نهائيا، لان معظم البكتيريا خدت منه ريزيستنس. حتى بيطري كدواء بيطري ما بيستخدمش برضه، لانه بيعمل مشاكل كتير وفي نفس الوقت ما بيجيبش نتائج خالص. فبنوفر بقى الحاجات دي، بيقولوا ما تستخدموهاش كتير لان البكتيريا بتاخد ريزيستنس منها بسرعه جدا، وفروها للعيان اللي محتاجها.
كده كلمتك على الموليكولر ميكانيزم، وكلمتك على السبيكترم، وكلمتك على الريزيستنس، والثلاثة مع بعض باكج كده يتقالوا لو جالك سؤال يقول لك كلمني على الميكانيزم اوف اكشن. ندخل بقى على الايه الثيرابيوتيك يوزز. الثيرابيوتيك يوزز هي جايه هتبقى حصيله اللي احنا قلناها كله، حصيله الميكانيزم والسبيكترم. اول حاجه يا شباب لو انا بتكلم دلوقتي على ثيرابيوتيك يوزز اهو، ثيرابيوتيك انديكيشنز او يوزز، نمره واحد ما تنساش ابدا الجرام بوزيتيف انفكشنز. اي عيان عنده جرام بوزيتيف انفكشن يبقى الماكرولايدز هتبقى كويسه جدا فيها. هتقول لي هل هي فيرست تشويس؟ يعني هل لو انا عندي مثلا استافيلوكوكال انفكشن او ستريبتوكوكال او نيومونيا او غيره هل هي فيرست تشويس؟ الاجابه لا، هي ما بتبقاش فيرست تشويس غالبا. الفيرست تشويس بقى بنسلن او كيفالوسبورينز. انما لو البنسلين او الكيفالوسبورين فيهم ما يمنع استخدامهم، كان يكون مثلا عندي الرجي. انا وانا بشرح لك البنسلين والكيفالوسبورين قلت لك ان في نسبه من الناس بقى عندهم الرجي للبنسلين او الكيفالوسبورين ما يقدرش يعمل له مشكله. اذا صدفت ان في عيان عنده انفكشن بجرام بوزيتيف اورجانيزم ومش قادر ياخد بنسلين او كيفالوسبورين اللي هم يعتبروا الفيرست تشويس، ياتي بعدهم الماكرولايد تبقى سكند تشويس. اديني مثال للجرام بوزيتيف انفكشن زي واحد عنده مثلا ستريبتوكوكال انفكشن اللي هي بتعمل تونسلايتس، او نيوموكوكال انفكشن اللي هي النيوموكوكاي اللي بتعمل نيومونيا بتعمل التهاب رئوي، او ستافيلوكوكال انفكشن، كل ده جرام، او ديفتيريا. الديفتيريا كمان البكتيريا دي جرام بوزيتيف. قد عندك اربع انواع هم الجرام بوزيتيف انفكشنز. الدراج اوف تشويس الاولاني بنسلن زي ما قلت لك، ما ينفعش بنسلن لوجود مشكله، يبقى على طول السكند تشويس بتاعك واحد من عيله الماكرولايتس. نمره اثنين زي ما قلت لك كده الاتيبيكال انفكشن. الاتيبيكال اللي هي الانفكشن اللي حصلت بواحد من الثلاثه اللي اسمهم كالم ماي ليج، كلاميديا، مايكوبلازما، ليجيونيلا. اتيبيكال انفكشن زي مثلا اللي هو الكلاميديا. الكلاميديا يا شباب دي بتعمل نوعين من الانفكشن، بتعمل اي انفكشن وبتعمل جينيتال انفكشن، مشهوره جدا الكلاميديا. هذا الكائن اللي هو انترا سيلولر زي ما قلت لك، هذا السيل هو بيبقى عايش انترا سيلولر كده، بيعمل مشكله دايما في العين وبيعمل نوع من الرمض كده، حتى يسموه كلاميديا تراكوماتس الاورجانيزم ده، وبيعمل كمان جينيتال انفكشن. والكلاميديا الجينيتال انفكشن دي فيري كومون حتى في اوروبا، يقولوا مثلا ايه في المملكه في الـ في, الـ في اليو كي يقولوا ان واحده من كل 10 سيدات مصابه بالكلاميديا، عندها جينيتال الكلاميديا الانفكشن. هنا بقى دايما في اسئله الزماله الانجليزيه تحديدا، يعني لان هو الكلاميديا دي عامله مشكله في اوروبا واليو كي انجلترا، فدايما مفيش امتحان في زماله بيخلو من سؤال يقول لك ايه، يجيب لك سيره الكلاميديا. اول ما تشوف كلمه كلاميديا ويقول لك، هو طبعا مش هيقول لك كلاميديا لكن هيجيب لك سيناريو، يقول لك واحده ست ومش عارف ايه واشتكت من نون سبيسيفيك، عندها يوريثرال ديسشارج وبيرنينج ميكتيوريشن ومش عارف ايه، انت كده هتفهم من السيناريو ان عندها نون سبيسيفيك يوريثرايتس او حاجه يعني جينيتال انفكشن. وهيقول لك والله وعملنا تيست ومش عارف ايه، المهم انت هتفهم انها كلاميديا، فهتبقى الاجابه على طول يعني هيخيرك كده من حاجات، دور في الاختيارات على ازيثروميسين. يبقى كده هيقول لك طيب وافرض ان الست دي كانت بريجننت، ما هو جاي صعب عليك، يقول لك واحده عندها كلاميديا جينيتال انفكشن وهي بريجننت، قول له ما فيش مشكله برضو ازيثروميسين، لان انا قلت لك ان هو بيعدي البلاسينتا لكنه ما هوش تراتوجين. خلاص يا شباب يبقى كلاميديا انفكشن خلاص، ادي كلمه كال. اثنين ماي اللي هي المايكوبلازما. المايكوبلازما برضو نوع من البكتيريا صغيره جدا جدا وبتعيش جوه خلايا جسمنا اوبليجيت انتراسيلر، وبتعمل دايما نيومونيا، والنيومونيا دي تبقى اتيبيكال. اتيبيكال يعني تيجي تضغط مضادات حيويه كتير ما تنفعش معاها. ليه؟ لانه البكتيريا مستخبيه منك جوه الخلايا، جوه خلايا جسمك، جوه خلايا اللنج، ما ينفعش معاها غير الازيثروميسين ده او واحد من عيله الماكرولايتس. ليج اللي هي ليجيونيلا، ليجيونيلا نيوموفيليا، ده نوع من البكتيريا كده اسمه ليجيونيلا نيوموفيليا. نيوموفيليا يبقى على طول بتعمل مشكله ايه في اللنج. الليجيونيلا دي بتعمل نوع من النيومونيا مشهور جدا، ودايما هذا النوع من النيومونيا بيبقى دايما يجي من الجو الرطب، ودايما الكيس سيناريو اللي بيجي لك في السؤال
يقول لك دايما البكتيريا دي بتيجي من الاير كونديشنز اللي هي التكييفات، اجهزه التكييف يا شباب بيبقى فيها ميه ورطوبه، وهذه البكتيريا بتعيش في الرطوبه وبتعيش في الميه كتير. علشان كده دايما في الكيس سيناريو اول ما يعني هو هيفضل يلك اربع سطور، سيبك من الاربع سطور سيبك منه خالص، اول ما يجيب سيره ان واحد في كان في جيرني وقعد في اوتيل وكلمه اوتيل يبقى اير كونديشن، ولا بقى بعدها بيومين بدا يكح ومش عارف ايه يقولوا ابدومينال بين، على طول هو كده بيشاور لك طالما اوتيل وطريقه تكييفات ومش عارف ايه، يبقى هو قصده ان هذه النيومونيا حصلت بالليجيونيلا. طب يا ترى نعالجها ازاي؟ هيقول لك 1 2 3 4، سيبك من اللي هو بيقوله كله، دور على ازيثروميسين، لان الازيثروميسين متخصص لعلاج الليجيونيلا اللي هي النوع من هذا النوع من النيومونيا، والنوع ده من النيومونيا حتى يسموه ليجيونيرز ديزيز او مرض ليجيونير، لانه مميز جدا بشويه حاجات كده، من ضمنها ان العيان ده بيجي له ابدومينال بين وبيجي له هايبوناتريميا، تيجي تشوف الصوديوم في دمه وتلاقيه واطي، فهي مميزه جدا. يبقى يا شباب الكيس سيناريو لما في ممتحن يحب يسالك، هو عارف ان انت شاطر وعايز يسالك سؤال بقى يعني ايه للناس الاقوياء، فهيجيب لك كيس سيناريو. الكيس سيناريو هتفهم منه انه هذه السيده او الانسان ده مصاب بيوريثرال، عنده يوريثرال ديستشارج، يبقى دي غالبا بيشاور لك على كلاميديا. كلاميديا يبقى على طول ماكرولايتس. او يجيب لك كيس سيناريو وتفهم منها انها مايكوبلازما، يقول لك عملنا مثلا تيست وطلعت مش عارف ايه ما يعني ها في الميكروبيولوجي، يبقى هندي لها برضو ازيثروميسين. التالتة بقى المهمة اللي بتيجي كتير اللي هي موضوع الليجيونيلا دي، اما يقول لك ان شخص في جيرني ودخل اوتيل ومش عارف ايه كان مشغل التكييف، اول ما تسمع كلمة اير كونديشن واوتيل وكده يبقى هو قصده على الليجيونيلا دي. يبقى كالم ماي ليج، اذا سمعت واحدة فيهم او جات اشارة لأي واحدة فيهم على طول عينك على الازيثروميسين او واحد من العيله، بس هو الازيثروميسين انا قلت لك انه اشهر واحد بتيجي سيرته في الاسئله. يبقى ده تاني استخدام، اول استخدام جرام بوزيتيف انفكشن، اثنين الاتيبيكال انفكشن. نمره ثلاثه هفكرك انا بالكلاريثروميسين. الكلاريثروميسين ده يا راجل يا طيب، مش احنا جبنا سيرته واحنا بنشرح البيبتيك ألسر؟ ارجع كده للفيديو بتاع البيبتيك ألسر وقلت لك ان البيبتيك ألسر مسؤول عنها او احداثها بنسبة 95%، حاجة اسمها بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوري، وقلت لك ان الهيليكوباكتر بايلوري دي بكتيريا رخمة جدا ما بتموتش الا بكومباينيشن من ثلاث مضادات حيوية بنحطهم مع بعض، كان من ضمنهم الكلاريثروميسين ده. يبقى الكلاريثروميسين ده مميز جدا بالإفكت بتاعه على الهيليكوباكتر ايه بايلوري. كده ثلاثة. نمرة اربعة الناس اللي عندهم توكسوبلازموزيس، انا قلت لك ان التوكسوبلازما برضو من ضمن الاورجانيزمات اللي هي عايشه انترا سيلولر، وطالما انترا سيلولر ما يجيبهاش الا عيله الماكرولايتس. يبقى يا شباب الاربع استخدامات دول الاربعه بيسموهم كي انديكيشن. كي يعني ما يتنسوش. ممكن في انديكيشنز اخرى كتير، انما عمرك ما يعني اياك تنسى واحد من الاربعه دول. جرام بوزيتيف انفكشن بس غالبا ياتوا بعد البنسلين. اثنين الاتيبيكال انفكشن زي كلمه كالم ماي ليج وشرحناها. الهيليكوباكتر بايلوري بتتعالج بالكلاريثروميسين. التوكسوبلازموزس برضو بتتعالج بالكلاريثروميسين او بالازيثروميسين، ما تفرقش الاثنين بيعالجوها يعني. يبقى دول الاربعه. عايز بعد كده تزود بقى ممكن تزود حاجات، بس الماكرولايت تعالجها وغيرها يعالجه، يعني ما فيش هي مش مميزه فيهم. يعني لما اقول لك مثلا اي ان تي انفكشن اللي هي انفكشن في النوز او الثروت او الاير الميدل اير اللي هي الاوتيتس ميديا، كتير من الدكاتره بيحبوا يكتبوا قوي الازيثروميسين للناس اللي عندهم اوتيتس ميديا او ساينوسايتس، لكن انا هقول لك ان في ادويه كتير قوي ممكن تعالج الحكايه دي مش بس الماكرولايتس. الجونوريه والسيفلس مثلا ممكن الحاجات دي تعالجها، لكن ما هو البنسلين كان هو الفيرست تشويس، واذا ما كانش نفع بنسلين كان الكيفالوسبورين بس يبقى اللي بعده، ولو ما نفعش الاثنين دول ساعتها بقى يبقى ادخل على الماكرولايتس ممكن تنفع في دول. اتفقنا يا شباب انما الاربعه دول ما يتنسوش. ادا ثيرابيوتيك انديكيشن. ندخل بقى على الادفيرس افكتس، الاعراض الجانبيه بتاعت هذه الادويه، واعتقد ان انا شاورت لك وانا بشرح على يعني اديتك كده اشاره لبعضهم. نمرة واحد، عندي حاجات مش مهمة وعندي حاجات مهمة. ايه اللي مش مهم؟ ان كل العيلة دي بتعمل مثلا ايبيجاستريك
بين او جي اي تي ابسنت. يعني العيان يقول لك يا دكتور انا بس بحس بمبلع القرص ده اللي انت بتدولي ده بيعمل لي حمو كده في فم المعده. فم المعده اسمه ايبيجاستريك بين. طب هل ده مهم؟ هو مش مهم قوي يعني مش خطير قوي، انما هو كومن هتسمعه كتير، انما هو بما انه ما يهمنيش قوي فمحدش هيسالك فيه كتير لانه حاجه كلينيكالي دو. يعني ندخل بقى في المهم. المهم ايه بقى يا سيدي؟ تعال بقى على الحاجات المهمه. ليفر، الليفر يحصل فيه مشكلتين. المشكله الاولى انه مع الوقت بيحصل حاجه اسمها كوليستاتيك هيباتايتس او كوليستيزس. يعني ايه كوليستيزس؟ يعني حضرتك انا قلت لك من شويه ان الادويه دي بتتحوش في الليفر وهاي كونسنتريشن، مش كده؟ ولما الليفر بيجي يخرجها عن طريق البايل بتخرج بتروح للانتستين وترجع تاني للليفر عن طريق حاجه اسمها الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. فكان الليفر طول الوقت هو اللي شايل هم هذه الادويه. فمع الوقت الادويه بتضر الليفر وبتحبس المراره بقى، يعني المراره اللي هي البايل دي في البايل كاناليكيولاي، البايل وهي نازله من الليفر من بين خلايا الليفر وبعضها بتتحبس هنا جوه الليفر. فلو اتخذت الادويه دي فتره طويله تلاقي الليفر اتدمر. علشان كده دايما نقول ما تدوهاش يا اخوانا اكتر من 10 ايام. نمره واحد لانها بتضر الليفر تعمل كوليستاتيك هيباتايتس، نمره اثنين لانه غالبا البكتيريا بتاخد منها ريزيستنس اذا اتخذت لفتره طويله. يبقى ده اول مشكله في الليفر. تاني مشكله في الليفر، طلع نسيب الرسمه، تاني مشكله في الليفر موضوع انها بتعمل انهيبيشن لحاجه اسمها اللي هو السيتوكروم بي 450، السيتوكروم بي 450 اللي هي الهيباتيك انزايمز. علم الماكرولايدز من الحاجات الشهيره جدا اللي بتعمل انهيبيشن للسيتوكروم اللي اسمه سي واي بي 450، من الحاجات يعني الشهيره جدا اللي بتعمل انهيبيشن للميتابوليزم ولهذا السيتوكروم سيستم. هل ده مهم بالنسبه لي؟ مهم جدا. ليه؟ لانك لما تكتب في روشته واحده مثلا، ادى روشته بتاعتك اهي، هتكتب هنا مثلا ايه واحد زي الاريثرومايسين، ده اكتر واحد بيعمل انهيبيشن للسيتوكروم ده اريثرومايسين، وتيجي تكتب لي مثلا معاه دواء تاني زي الليستاتين. الليستاتين ده يا شباب من ادويه الكوليسترول، احنا لسه ما اتكلمناش عن الادويه دي، يبقى نتكلم عنها في البلاد. او دواء تاني يعني اي دواء اكس، اي دواء تاني، بس انا اخترت ستاتين لانه مهم. الاريثرومايسين يروح للليفر، اولا هيعمل كوليستاتيك هيباتايتس وكمان هيعمل انهيبيشن للميتابوليزم للسيتوكروم بي 450. النتيجه ان الادويه الاخرى اللي هي دي اللي في الروشته دي كلها مش هيحصل لها ميتابوليزم، هتتجمع في السيركيوليشن وتبتدي تعمل لك توكسيستي. طب في حاله الستاتين مثلا، لان ده بيجي سؤال مهم، لو انت كتبت اريثرومايسين مع ستاتين ايه اللي ممكن يحصل؟ هتقول لي الممتحن كده الستاتين مش هيحصل له ميتابوليزم وبالتالي يتجمع، والستاتين معروف انه بيعمل مايوباثي. مايوباثي يعني ضمور في العضلات، فتلاقي مع الوقت الانسان بيشتكي من انه مش قادر يمشي او بيتكعبل وهو ماشي، بقع يقول لك او كتف يقول لك يا دكتور ما عادش قادر ارفع كتفي، ما عادش قادر احرك ايديا، حصل له كلمه مايوباثي من الاستاتين دي. يبقى يا شباب عيله الماكرولايدز بتعمل مشكلتين في الليفر. المشكله الاولى كونهم بيحصل لهم انتيريو هيباتيك سيركيوليشن وبتحوشوا بهاي كونسنتريشن في الليفر، فده بيدمر الليفر مع الوقت وبيعمل كوليستاتيك هيباتايتس. وكلمه كوليستاتيك يعني احتباس للمراره، اللي هو العصاره بتاعه المراره دي تبقى محبوسه جوه الليفر وتدمر خلايا الكبد مع الوقت. اثنين بيعملوا انهبيشن للسيتوكروم بي 450، ودي من الحاجات المشهوره واللي بتيجي في الاسئله كتير جدا. وهذا الانهبيشن هيعمل انهبيشن للميتابوليزم اوف اذر دراجز اللي من ضمنهم الليستاتينز، والليستاتين دي من الحاجات اللي بتعمل مايوباثي وبتعمل دي جنريشن في الماسلز. كده قلنا حاجتين في الليفر. نيجي بقى لحاجه مهمه ثانيه في الهارت. يبقى الليفر قلنا حاجتين اهو، كوليستاتيك هيباتايتس وانهبيشن اوف سيتوكروم بي 450 اهو خلاص. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك الهارت، ايه اللي يحصل بقى في الهارت؟ يحصل برولونجيشن لحاجه اسمها كيو تي انترفال. انا شرحت فيديو كبير جدا عن الاريزميا وشرحت لك يعني ايه كيو تي انترفال، وده مصطلح شائع جدا ومهم جدا في رسم القلب اللي هو اي سي جي. الاي سي جي عندنا شويه كده بارامترز او انديسز، اي سي
جي اللي من ضمنها حاجة اسمها QT interval. وساعة ما تسمع كلمة QT interval تحط ايدك على قلبك كده وتايه وتسمع كويس اللي هيتقال، لان ده موضوع ممكن يموت حد. قلت لك زمان في الفيديو بتاع الاريزميا ان احنا عندنا رسم القلب الكارديك سايكل بتبان بالشكل ده، بتبان كده يا شباب. دي اسمها تي ويف ودي اسمها كيو ار واللي تحت دي اسمها اس ودي اسمها تي ويف. والمسافه من الكيو من هنا للتي كده المسافه دي اسمها كيو تي انترفال. كيو تي انترفال كويس، لها طول معين، المفروض المسافه دي ما تزيدش مثلا عن 500 او 450 ملي سكند. الكلام ده كلام متخصص قوي، يعني الناس اللي بيدرسوا كارديو فاهمينه، لكن انت على مستوى طالب سنه ثالثه هيبقى صعب شويه عليك، او الارقام دي مش مطلوبه منك. تاني، المسافه ما بين الكيو والتي ما يجبش تزيد عن 450 ملي سكند، ده النورمال بتاعها. بعض الادويه بقى تيجي تبص تلاقي عملت المنظر ده، بعض الادويه اللي من ضمنها عيله الماكرولايدز تلاقي الكيو اهي تمام تمام وطلع تمام، بس تلاقي الحكايه عملت كده، تلاقي المسافه من هنا طولت، الكيو تي انترفال بقت اكتر من 500 ملي سكند. اول ما توصل ل 550 ملي سكند توقع ان ممكن يحصل ما نوع خطير من الاريزميا اسمه تورساد دي بوينتي، هي هو لفظ فرنساوي تورساد، ها كتب كده دي بوينتي، واحنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو بتاع الاريزميا، وقلت لك ساعه ما تسمع عن اي دواء في الدنيا بيطول الكيو تي انترفال تعرف انه ممكن يعرض العيان لنوع خطير من الاريزميا، نوع من الفنتريكولار تاكي كارديا. هذا النوع مي بي فيتال، العيان يطب ساكت فجاه لان الكيو تي انترفال طولت بالشكل ده، والعيان يدخل منك في كلمه تورساد دي بوينتي. وهذه الفئه من الادويه احنا بنسميها تورسادوجينيك دراجز. يعني الليسته كده يقول لك ايه هي التورسادوجينيك دراجز يا دكتور؟ يقصد الادويه اللي بتطول الكيو تي انترفال، اللي من ضمنها الازيثروميسين والروكزيثروميسين وغيره. كلام بقى بيجيب بعضه، انا افتكرت دلوقتي وانا بشرح فجاه دلوقتي موضوع الكورونا لما ظهرت في الاول وكان الناس مش لاقيين دواء وكانوا يعني عمالين يدوروا وكل شويه حد يطلع بايه؟ بفرقعه اعلاميه. طلعت فرقعه اعلاميه كده فتره من الفترات عن ان الكورونا بيدولها ازيثروميسين. ازيثروميسين كان في فريق طبي يعني اطباء فرنسيين طلعوا قالوا بندي ازيثروميسين للناس اللي عندهم كورونا ودواء تاني اسمه كلوروكين. كلوروكين ده كلوروكين ده بتاع الملاريا. يومها احنا كنا مستغربين جدا، احنا ناس بتوع الفارماكولوجي يعني كنا مستغربين من اللي بيحصل ده، ان احنا ما كناش فاهمين هم بيقولوا ايه، ليه بيعملوا كده. هل الازيثروميسين ده العيله دي هل لها افكت على الفيروسات؟ ما والله لحد ما حدش قال لنا الحكايه دي، لا ما فيش اي كتاب ولا اي بحث قال ان الادويه دي لها اي علاقه بالفيروسات خالص. فالفيروس بتاع كوفيد 19 ده ايه علاقه ده يعني؟ طب الكلوروكين حد قال انه له علاقه بالفيروسات؟ برضه لا. انما هم بقى الايه الجماعه الفرنسيين دول طلعوا كده بفرقعه اعلاميه والدنيا كلها اتقلبت يومها، وقعدنا احنا مستغربين يا اخوانا طيب ما هم دول مع بعض، ده الكلوروكين ده اهو الكلوروكين ده معروف انه بيزود الكيو تي انترفال، بيطول الكيو تي، بيعمل الحركه دي، والازيثروميسين هو كمان بيزود الكيو تي انترفال. يعني انت حضرتك مد الدوائين مع بعض بيزودوا الكيو تي انترفال، فانت هتعرض العيان بتاعك لاريزميا. قلنا هذا الكلام فكاننا كنا ايه، طبعا هم يقول لك في مثل كده يقول لك زمار الحي ما يطربش، يعني انت اي حاجه بتطلع من المجتمعات بتاعتنا محدش بيسمعها. انما يومها احنا يعني احنا انا وغيري والله حذرنا، قلنا يا اخوانا الكومباينيشن ده ممكن يعمل مشكله في الكيو تي انترفال، وهو كمان كونه انتي فايرال الكلام ده كله يعني انت متالف، انما الثابت انه هيعمل مشكله. لحد فعلا مع الوقت اكتشفوا بقى ايه، انه لما عملوا دراسات بقى مستفيضه على الناس اللي ايه طبعا البيشنتس عددهم كبير جدا في المستشفيات، بداوا بقى يعملوا مراجعه لهذا البروتوكول، هل هو فعلا صح صائب ولا لا؟ اولا ما لقولوش اي افكت خالص على الفيروس بتاع الكورونا خالص.
الحاجة التانية بقى ان في ناس ماتت فعلا من الكيوتي انترفال، يعني اللي احنا قلنا طلع صح. في ناس كتير جدا في المستشفيات اللي خدوا هذا الكومباينيشن اذيثروميسين مع كلوروكين حصل لهم كاتاستروفيك اي سي جي تشينجز في صورة ان الكيوتي انترفال طولت ونوع وجالهم اريزميا، فيه اللي انقذوه وفيه اللي مات من الايه، يعني ما ماتش من الكورونا، مات من الايه، من هذا الكومباينيشن. فيا شباب الله يكرمكم ما تنسوش ابدا ان عيله الماكرولايتس بتطول الكيوتي انترفال، وممكن تعرض العيان لكلمه تورسات دي بوينتي، خصوصا لو اتخذت مع دواء تاني ايا كان كلوروكين او غيره، وتصادف ان الاثنين مع بعض بيزودوا الكيوتي انترفال، هنا هيبقى الايه الخطوره بقى. لو انت عايز تزود بقى وتقول برضو حاجه من ضمن الادفيرس افكت غير اللي احنا قلناه، قول كلمه بكتيريا ريزيستنس، ان البكتيريا بتاخد ريزيستنس بسهوله جدا مع هذه العيله من الايه من الانتي بايوتكس. يبقى في الادفيرس افكت كلمتك عن حاجات مش مهمه وشائعه زي الجاستريك او ايبيجاستريك ابسيت او جاستريك بين، وقلت لك طيب ياخدها مع الاكل او ياخد لقمه صغيره كده وياخد الدواء معاه. اتنين كلمتك بقى عن حاجات مهمه، حاجتين بيحصلوا في الليفر، حاجتين مهمين بيحصلوا في الليفر، وحاجه مهمه ما تنساهاش ابدا بتحصل في الهارت اللي هي كيوتي انترفال والاي سي جي تشينجز اللي بتحصل. طيب نيجي بقى للدراج انتر اكشنز، التفاعلات الدوائيه العيله دي ممكن تعمل مشكله امتى؟ نمرة واحد، ما تكتبش ابدا اي حد من العيله الماكرولايدز مع بنسلين، يعني ماكرولايد زائد بنسلين في روشته واحده غلط، ممنوع. ليه بقى؟ الكلام ده برضو احنا شرحناه اعتقد في الفيديو بتاع الانترودكشن بتهيألي. قلت لك يومها في الفيديو بتاع الانترودكشن ده انه البنسلين مثلا والكيفالوسبورينز دي ادويه بكتيري، ها بكتيري صيدلي مش كده؟ وشغال على ايه؟ على سيل وول. النهارده عيله الماكرولايد بكتيريوستاتيك وشغال على بروتين سينثيسيس، كويس؟ قلت لك يومها ان في قاعده عندنا بتقول ممنوع خالص انك تخلط دوايين صيدل مع استاتيك. ليه بقى؟ لان الاستاتيك هيعطل شغل البنسلين. البنسلين عايز البكتيريا اكتف عشان يموتها، لان هو شغال على سيل وول، يعني عايز شغل كتير عشان هو يبان الافكت بتاعه. لو اديت ماكرولايتس، الماكرولايت تعمل انيميشن للبروتين سنسز وتخلي البكتيريا نايمه لكن ما بتموتش، هي نايمه بس، يبقى البنسلين كانه واقف يتفرج مش هيشتغل، لانه عايز البكتيريا تكون سيل وول عشان يشتغل عليه. اذا بنسلم مع ماكرولايد يبقى كده انت مش مذاكر كويس، كده يحصل انتاجونيزم، حاجه اسمها فارماكو دايناميك انتاجونيزم، او حاجه على مستوى الميكانيزم اوف اكشن. اثنين، قلت لك دلوقتي ان عيله الماكرولايد بتعمل انهبيشن للايه؟ للسيتوكروم بي 450 صح؟ في الليفر، وبتقلل الميتابوليزم، وبالتالي هتزود التوكسيستي اوف اذر دراجز. طيب مين هو اللي جت سيرته؟ بتيجي سيرته كتير في الاسئله، الاستاتين زي ما قلت لك، الاستاتين ده بتاع الكوليسترول. اي ماكرولايد يتكتب مع استاتين في روشته واحده غلط، لان الاستاتين في الحاله دي هتزيد، هتتجمع، لان مفيش ميتابوليزم، ما دي عملها انهبيشن. الاستاتين تتجمع وتعمل لنا حاجه اسمها رابدو مايولايسيز، او اشطب عليها اذا الكلمه مكلكعه، قول مايوباثي. مايوباثي يعني ضمور في العضلات ووهن في العضلات ومشاكل. مش بس الاستاتين على فكره، ممكن ادويه تانية كتير تعمل مشكله مع، يعني اي دواء يتكتب مع الماكرولايد مش هيحصل له ميتابوليزم، انت ونصيبك بقى. يعني في ناس مثلا، انا شفت مره سؤال غريب جدا، لقيت السؤال يقول لك ايه اللي يحصل لو كتبت ماكرولايد اريثروميسين مثلا مع كولشيسين. انا استغربت جدا لان الممتحن جايب دواء يعني عجيب شويه، كولشيسين ده بتاع الجوت على فكره، افتكر كده ده بتاع الجوت اللي هو النقرس. فكانت الاجابه نفس الاجابه، يعني مش هتبقى غريبه، هنقول نفس القصه، الماكرولايد بتعمل انهبيشن للبي 450 والكولشيسين مش هيحصل له ميتابوليزم، هيتحوش في الدم اكتر. والكولشيسين معروف من الادويه ان هي فيري توكسيك وله نارو ثيرابيوتيك اندكس، بيعمل بقى دايريه ومشاكل ثانيه وبيجاستريك ابسط ومشاكل كتير. يبقى يا شباب دي الدراج انتر اكشنز المهمه. كده غطينا معظم الاسبكتس بتاعت الماكرولايدز. اتمنى بقى وانت بتذاكر عشان تربط المواضيع ببعضها، انت ذاكرت الامينو جلايكوزايد تذاكر وراها على طول الماكرولايد بالترتيب كده، ودايما اعقد مقارنه طول ما انت ماشي كده، شوف كده الفرق ما بينها وما بين الامينو جلايكوزايد، جمع اللي احنا قلناه كله في هذا الفيديو
وجمعوا في ورقه كده علشان تبقى انت ربطت الموضوعين ببعض، لان هما الاثنين يعني فيهم حاجات عكس بعض كتير قوي. وان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم بقى على العيله الثالثه اللي هي عيله التتراسايكلينز.